رمضان كريم، رمضان على الأبواب. ضيوف الحلقة الجاية إن شاء الله ديال الكوسب غتكون في شهر رمضان. وانتوك الله يدخل لنا بالصحة والسلامة وباش ما تكون إن شاء الله في السنة وجميع المسلمين والعالم كامل يا رب. هاد رمضان هذا بيان سور اللي كنقولوا رمضان لي كوموند بداو البرايبات الشباكيه سلوها هادشي هالمسيم من الصغار مسمنا قد هكا تعرفي شنو كي دغمه ولا عض نص عضه كنابي الو كتبدا ما يسمى بالعرادات ديال رمضان ديال الفطور خاصك تعرضي عليا خاصني نرد لك العرض مثلا دابا انت ساره ملي ندخل رمضان خاصك واحد النهار تعرضي علينا ياك نجيو نفطروا عندك كاملين ما تنسيش ما عنديش مشكل طري عليا كمل اون كونتر بارتي ملي عدوز واحد لا سيمين ولا شي حاجه انا خاصني نرجع لك العرض خاصك تجيو عندي تفطروا عندي كامل وكنبداو في وانت ملي ديري التريتور فلان فلاني اللي كيحسب 12000 غرام طبله انا غادي ندير التريتور اللي كيحسب 15000 غرام طبله لانت خسرتي في العراضه اي 5000 درهم انا خسرت 7000 درهم باش نزيد نبين لك بلي انا اونكور بلو مجهدي واعر عليك شنو بان لك يوسف بوغ كونتر هاد العراضات ديال رمضان اللي ولاو دابا فماشي ولاو ديما كانوا مي دابا ولاو شويه بيدجي طالع انا باش نكون بصراحه يعني اللي قدر على العراضه يديرها اللي قدر يا دي جون اللي عندهم الله يزيدهم عندهم لي مويه باش كيديروا العراضه وكيقدروا عليها سوف انا شفت واحد عشت واحد العالمين عشت عالم ديال الناس اللي عندهم الفلوس كبروا فيهم عشت عالم ديال الناس كون نابيل مأصلين ولا العائلات كبار ديال بصح عشت هاد العالم ديالهم ديال الفطور تلقى فطورهم اكثر من عادي اكثر من عادي في الحوايج اللي معقوله بيض شبكيه البريوات خيلاس الحسوه شينواز داكشي ما كاينش مسمن بغرير بطبوط وانتهى قهوه وحليب اتاي ان جو ولا دو جو ولا حليب الزهر اون فاسيل نورمال اون جينيرال كتكون بيضه ولا كتكون ديال الطوس ديال بصح اللي ما بقاش كيتصايب دايو كتبقى غير عند لي غراند فامي ولا بريزونطاسيون عاديه والناس لابسين عاديين جامعين شعرهم عاديين فهمتي قنيطرات مسائل كنبقى حتى لهنا وانا في العادي كنجي لواحد الطبقه واحده اخرى تما مشيت عندهم كنلقى الطغيان تو سامبلومون لاغيفيزم في الطابله لاغيفيزم من العتبه لاغيفيزم شوك 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 والوش الوش قومه كبيره باغا تمسح الماضي مع الباب كتلقى قومه كتلقى الباب عاد كتحل الباب كتحل الباب كتلقى قومه ديك اللي كانت على الطابله اللي كان فيها الزرق والاحمر كتلقى كبيره واقفه قدامك زعما حنا باغيين نمسحوا التاريخ نبداو تاريخ جديد شعورات ما نقولش مي غالوي في الروايح ما نقولش لك لي مونتخ لو فيرني باتاتي باتاتا باسكو ايفيدامون داك الشيء الخطير كتلقى الطبله ما كاينش فين تحط صباع كل ما يطير كل ما يزحف كل ما يمشي على ظهره كل ما يمشي على كرشيه كل ما يمشي على راسه كل ما في الماء كل ما في السماء كل ما في الارض تو حتى حاجه ما كتكال باسكو خصنا نبقاو كلاس لان انت الغوجا لا فيغ ديك ما خصوش يمشي بريستيجي انا ما خصوش يمشي الاخر بريستيجي ما خصوش يمشي دونك كنجيو لك شي حاجه كندوي بالقا وبالا كندوي بالقا بالا وانا كنعرف هذيك النهار كانت عاكده راسها وكتجي لابسه سبرديله وكتجري في السادات وكنولي كندوي بالقا وقلتها له القله وقال له داك الشيء ما عرفتش واش لقى ريفيرونس حنا كنعرفوا التاريخ وعاد كتلقى بيفي كبير في الحلوه لاكريم شوفي من اغلى المحلات لي بوفي لي بوفي سكري بوفي سكري داكشي كثير هادشي بارتيكولي ماش كنهضروش على شي اوتيل لا تجي في دار داكشي كثير وداكشي بزاف وداكشي تدخل ما قولوا الخوات امتى طيبتو امتى شقيتو امتى زيتو امتى لقيتو الوقت فين تلبسو هادشي ولا فيسيل ولا فيسيل كتعرف انها جديده وعاد كتشري اون فيسيل سبيسيال ديال رمضان ولا فيسيل اللي كنشري هذا رمضان ما كنعاودش نديرها العام الاخر حتى نعاود نعرض كتكتب في ان نوتر سيرفيس والشباكيه ب 500 درهم الكيلو وكاين اللي كتكون جايه عندك الحلوه الفلانيه الا ما كانتش بغيت نعرف الحلوه الفلانيه كتجيني حلوه بزاف امتى كيفاش تخلو تاكلوها في رمضان انا دابا انا جامد الحلوه الحلوه ما عرفتش باقا الحلوه في واحد لا فيديو عجبتني ما عمرني دقتها جو سي با الحلوه الفلانيه في رمضان راكو حلوه ايوا لا هي هذيك لا فيسيل ديال هذا العام ماشي هذاك العام ما نقولش لكم داكشي كثير بزاف جو تخوف سا دوماج انا ما غندخلش في الفقراء والاغنياء لان هذاك الشيء ارزاق وربي كل واحد شنو سيعطي واللي بغى يدير الخير غيديرو ماشي انا اللي غنقول لكم شنو ديروا شنو ما ديروش غير هاد لا فريستراسيون الكثيره وهاد النفاق ديال كنجمعوا واحد الطبله وحنا حتى واحد ما حامل شي واحد وانا عارض عليك باش نبان عليك وانت عارض عليا باش نبان عليا وهذه عارض انا باش نبان عليا حنا واكوا بون
كان ملي كتجي كتشوف فطور ديال العائلات الكبار كتكون العائلات كتمشي كتشوف مثلا فطور غويال كتشوف الطبله ديال سيدنا الله يطول عمره في الفطور كتلقاي ان الفطور اللي محطوط فطور مغربي هادي شبكيه داكشي لا داكشي اللي معروف داكشي اللي هذاك هو فطورنا ما يفطر فيه السوشي فيفطر شوايه فيه حوته فوق خاصه فطور غريك فطور تايلاندي فطور نو مي حنا كنعرفوكم منين جيتو دونك سيل فو بلي راه داكشي مكتوب ومسجل وبوجيستري لا دابا المشكل ولا اللي كيفكر يعرض عليك دابا ولات كتجي صعيبه باسكو كيسحب راسو داك الفطور خاصو يدير داكشي كامل ما عرفتش انا عرضتي عليا انا وعطيتيني غير جوج لا ولكن عرفتي مشيتي كاين شي ناس ابتسام جات تعرضوا وشافوا داكشي اللي ما خاص اللي ما كانش في بالهم غيمشيو يشوفوه كيبداو يكريتيكي ويبدا يقول لك الفطور حتى لا انا كاع اللي غيكريتيكي لي اصلا ما غيكونش لونطوغاج ديالي وما غايجيش عندي كاع اللي ما غايقبلش عليا ويجي في جميع حالاتي انا عندي لا لي فو غيدار ديما بيان سور تقدر دير انا ما نحطش انا زلافه من جهه وتبصيل من لا كاين فرق ما بين ما بين هاد لي بيفي وهاد الشيء دابا اللي ولا دابا راه كاين عندي ليفور مي خاصني ندوز لي فيغين تاع الفيسه ولي فيغين تاع التريد ولي فيغين تاع هاجي وعاد الباساج وعاد وياه مع الفطور اما لا بغيتي فطور شنو راه هو البيض مسلوق شبكيه سلم سمن هادشي البنات هادشي اللي كاين كاع هاجي طاح سمع بخيت هزات شي تحط شي حط مقلي ولا شي حاجه ولا كويجي حتى مشكل ولكن تقول لي الشو مخيخات كويده ودول لا دكتور وصافي خاصك غادي للطويان ديال الدراسه شال مخنا ماشي لا ماشي هو السومو ديال ليلفاج بك لا سومو سومو هذاك راه ديال ليلفاج سومو شي ريجبي من النرويج لا بغيتيني ندير لك شي ماشي ماشي داك شحال الكيلو ضرب دي كادر مشى الكيلو شحال البلاكا باوي سي سي با سا بوس با لا بين خلي سردينات على ما السردين ديال بلادنا على الخبره راه تزاد في الثمن هاد الايام اتونسيون زاد الثمن ديال الريش حتى هو شريته قبل لا انا استقيت درت في كوجار طلع ساعه وقع الطغيان انا جاي مرحبا ولكن عاوتاني واحد الحاجه راه الكروفيت راه كتشري منه واحد الكيلو راه كيدوز لك بلوزيغ جوغ ما خرجش الكروفيت مع الحوته كما قال هو الكروفيت كدير بشويه البريوات راه كدوز به حوته فيها الكروفيت ضاربه الكالامار متكي حدا لوماغا ساند على لونغوستا حتى انتم ما كتخدموش في هاد الفلوس مصادر اخرى ما يمكنش حد خدام فيه ما كيديرش هاد الطغيان لكن الديفينيسيون ديال هذاك الغاسو هي اللي كاينه ما صافي تاكلي ولا تشوفي تصورك دوماج بيان سور تصور داكشي ما تاكلش شنو كتشك دوماج انك تفلسي داكشي تيلمون سي بو الوغ كو يمكن لك تاخذي شويه شنو حال كاع شي 30% داكشي تمشي تعاوني شي عائله اللي ما عندها حتى باش لا ما غيعاودش باش صافي راه الناس كياكلوا انا حضرت لواحد السيد كان والله العظيم حتى كان كيمشي كيعرف كيخرج من الخدمه معطل شويه كيطيح في الفطور اي بعد مراش كيطيح في داك الفطور اش كيدير كياخذ الموطو كيدوز في حانوت كيعمر شي حاجه هو غادي للطريق هو صافي شدو فطور كيبدا يبان ليه الناس جالسين كاين جالس في الارض كياكل كاين اللي جالس في قهوه في التيراس اش كيدير كيمشي كيبدا زعما سبت كيلقى راسو جالس مع شي حد كيفطر معاه ما كيعرف ما والو هذا لي جون هذا الكونسيبت ديال رمضان ماشي هو انك تبارطاج دير لي غولي دو سوشي اكومباني دو لومبريون دو لو سومون لا كل على قدك العجائن اللي كبرنا بهم على هادشي نتوما ما كديروش الفطور سي دو بلي هيا كديروش ما عندوش بارابول كوليكتيف نتوما ما لا ما عندناش كنديرو فوا تخوا هادشي كله اللي قلنا حنا كنضربو في ثلاثه فوالا فوالا حيت كلكم عندكم بارابول كوليكتيف حنا كنديرو البيات الشات وحنا ما كناكلوش كاع رمضان نقول لك اجي قولوا لي احمد سعد لا 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 اون توكا ميرسي بوكو ميرسي ما حقي كانت برعايه احمد سعد رمضان كريم عليكم الله يدخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي والتسامح ان شاء الله ما يتبقى حد هز حتى شي حقد ولا شي حاجه مع شي حد وكل شيء اللي مضارب مع شي واحد يتصالح معاه واللي مخاصم مع شي واحد يتصالح معاه راه والو حنا راه والو راه كاع هو خويا يوسف مسكين باغي يالف اغنيه على الصداقه نهار نغنيو لها نهار الصداقه ديالها شوف اش ان شاء الله اهم حاجه ندخلوا لهاد رمضان بواحد قلب متسامح وفهمتيني واحد ريزوليوسيون جداد بحال شي راس العالم يعني فوالا زعما ندخلوا ليه حنا باغيين نفرحوا في هذا الدار ما بغيوش نتشادوا تعايروا تقطع اللي تقطع شي سد على راسو نقصوا من نقصوا من تقطع تربط نقصوا من ستوريات ديال المعاطيه هذا رمضان كونوا في كيم كوفالا كونوا كاع شاك الناس ما غيخليوناش غتشوفي التلفازه غتدوي بالهليل هذا مشكل اخر هذاك حنا بروفيسيونيل عباد التلفازه ما جاش معنا حنا بروفيسيونيل اونتر التلفازه اي ريزو سوسيو راه ضربي راسك الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا اقول لهم اسكتوا عاد نتوما والله حنا برو حنا برو والله حنا شهاده ديالنا